إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، فقد كان لفلان. في الرواية الأخرى مثل ذلك، غير أنه قال: أي الصدقة أفضل؟ قال النووي رحمه الله: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. قال الخطابي: الشح أعم من البخل، وكأن الشح جنس والبخل نوع. استعمال المتقدمين لكلمة الجنس والنوع على أن النوع أعم. لو قلت مثلا الطعام من أجناسه، ده نوع كده من أجناسه، مثلا الأرز والقمح، فالأرز جنس والقمح جنس والطعام نوع، على هذا الكلام الذي ظاهر كلام الخطابي. قال: وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور، والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبيل الطبع او من قبل الطبع، بمعنى انه يقول مثلا ايه في مره من المرات سئل كذا فبخل بها، او فلان بخل بالشيء الفلاني، بخل بالعطيه الفلانيه، او بخل عن فلان في افراد الامور. والشح عام اذا كان وصف لازم له، يقال فلان رجل شحيح لا يقصد مر بعينها أو فرد من أفراده، طبعه كذلك. وهناك يعني تفرقة أخرى، ويستدل لها بكلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن الشح التطلع إلى ما في أيدي الغير، أن يتطلع وأن يحرص على ما في يد غيره. وأصل كلمة الشح لغة الحرص، فهذا الحرص نوعان: إذا حرص على ما في يد غيره وأراد أن يضم ما عند غيره لنفسه فهو شحيح، فهذا معنى الشح المحرم المذموم، كما قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فجعل الشح حتى في أن يتطلع إلى نظرة محرمة أو إلى مال محرم أو إلى كل ما في يد غيره مما ليس حقا له. والبخل أن يحرص على ما في يده، فيكون البخل أهون، وبئس الداء البخل، لكنه أهون من الشح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
بئس الداء البخل، لكن الشح هو أشد من البخل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، يدل على هذا والله أعلى وأعلم، أن الشح أن يحرص على ما في أيدي غيره، لذلك سفك الدم واستحل المحارم لينال ما يريد. وأما من بخل بما في يده فربما لا يسفك، إنما لا يسفك الدم ولا يستحل المحارم، ولكن يمتنع عن أن يعطي، وهذا قد ينقسم إلى محرم إذا بخل بالواجب، فينقسم إلى مكروه وهو إذا ما استقصى الحق جدا ولم يجد بما جرت العادة أن يجود به، كأن يضيق مثلا على أهله في النفقة حتى لا يعطيهم إلا ما قاله الفقهاء من الوجوب، مثلا يعطيهم الحب فقط، أو أن يعطيهم مثلا يعني ما يكفيهم بالكاد ولا يوسع عليهم حتى مع كثرة ماله، والله أعلى وأعلم. فيكون هذا بخل. وكمن يأتيه مثلا ضيفان فيعني يعطيهم يعني لا يكرمهم ولا يوسع عليهم في العطاء، وإنما يعطيهم مثلا قدر طعامهم فقط مع كونه ميسر عليه أن يوسع، فيكون بخلا مكروها، والله أعلم. قال: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا شح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجله. بقي أن نقول في الشح والبخل أنهما كثيرا ما يطلقان على معنى واحد، يعني كل منهم يطلق على معنى الآخر، لكن هذا في التفرقة بينهما إذا قصدت التفرقة. لكن مثلا قول هند رضي الله عنها عن أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح، ينطبق على الإيه؟ على البخيل بالتعريف الذي ذكرنا. قال: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا شح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره، بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال إلى غيره، فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة، بل ولا تنفذ هذه الصدقة إلا في الثلث كالوصية، فإذا تصدق أو وهب في حال الاحتضار لم تنفذ إلا في الثلث. قال: والشح رجاء البقاء وخوف الفقر، وتأمل الغنى بضم الميم أي تطمع. ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح الحلقوم، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء، لو مرحلة من آخر مرحلة من الاحتضار لم ينفذ شيء. لماذا؟ لأنه احنا ذكرناه أن التنفذ في الثلث هو في الوصية في مرض الصدقة في مرض الموت أو الهبة في مرض الموت، بخلاف ما إذا وصلت إلى الحلقوم فعلا، لأنه في هذه الحالة ليس يعي، ومن كان كذلك لم يصح تصرفه كالمجنون والمغمى عليه ونحو ذلك. لذلك قال: قاربت بلوغ الحلقوم، بلغت الحلقوم يعني قاربت بلوغ الحلقوم، وذلك أن الذي بلغته الحلقوم لن يتكلم فيما هو معهود عند الناس، حتى لو تكلم فإنه إذا كانت الروح، ونحن لا ندري في الحقيقة إلا أنه يغلب عليه الخرف والغيبوبة عن الوعي، فإذا تكلم في حال الغيبوبة عن وعيه بكلام لم يعتد به، لو نطق لا إله إلا الله عند الله عز وجل هذه تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولو نطقها أمام المسلمين يعني أو كان كافرا وانطقها حكم بالإسلام، ونحن لا ندري هذه اللحظة بالضبط، هذا أمر غيبي، يعني متى تبلغ الحلقوم بالضبط،
فإن هذا أمر الروح بالنسبة لنا ليس أمرا يعني محسوسا يقاس خروجه من أجزاء البدن بشيء ملموس، مثلا خرجت من الرجل وصلت إلى الركبة وصلت إلى الحلق إلى الحق مثلا، لا نحن لا ندري. فمثل هذا أمر بين العبد وبين الله عز وجل، الله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان، قال الخطابي المراد به الوارث، وقال غير المراد به سبق القضاء به للموصى له. ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف، فليس في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح. قوله صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأنه، قد يقال حلف بأبيه، وقد نهي عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء. والجواب أن النبي أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده. أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد، فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها كما سبق بيانه في كتاب الإيمان، وفي حديث أفلح وأبيه مثل العمري ونحو ذلك، مما جرى على ألسنة العرب لا يقصدون به اليمين، وإنما يقصدون به توكيد الكلام، وإن كانت مبناه اللغوي أو البناء اللغوي له على صيغة القسم، لكنه لا يقصد القسم. والبعض يقول أن هذا قبل النهي وأنه منسوخ، والصحيح الأول وهو أن الجمع ممكن بين هذه النصوص، وهو أن هذا الحديث يحمل على ما لم يقصد به اليمين، كما ذكرنا أن كثيرا من الناس قد يستعمل بعض هذه الألفاظ بغير قصد اليمين، كما لو قال إنسان لآخر والنبي الساعة كام، والنبي تناولني بدأ، ها؟ لا يعتد لا يعد قسما ولا حلفا، ولكن من باب سد الذريعة وعدم تعويد الألسن الحلف بالنبي أو بغير الله عز وجل عموما، النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير الله عموما، فننهى عنها من هذا الباب يعني. ولكن لو كانت تجري بغير قصد فعلا فهي كما ذكرنا ليست حلفا ولا قسما، وإنما هو لتأكيد الكلام. وهناك ألفاظ كثيرة تستعملها العرب في غير مبناها اللغة الأصل، تربت يداك، تربت يمينك، ثكلتك أمك، ويلك، ويحك، تستعمل أحيانا للتنبيه وأحيانا للترغيب وأحيانا للحث أو المنع ونحو ذلك، وليس يقصد بها حقيقة الدعاء بأن يموت أو تثكله أمه أو أن يصيبه الهلاك، ويلك وويحك ونحو ذلك. وكذا لفظ العمد كثيرا ما يستعمل من غير قصد اليمين، بعضها من أبواب يعني صيغتها صيغة قسم، وبعضها صيغتها صيغة دعاء، وتستعملها العرب على غير مبناها الأصل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. قال باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخرة. اليد العليا المنفقة، قال هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم: العليا المنفقة من الإنفاق، وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواة. وقال ورواه عبد الوارث عن أيوب
عن نافع عن ابن عمر العليا المتعففة من العفة. ورجح الخطابي هذه الرواية، قال: لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها. قال: والصحيح الرواية الأولى. ويحتمل صحة الروايتين، فالمنفقة أعلى من السائلة، والمتعففة أعلى من السائلة. وما ذكره النووي هو الظاهر، والله أعلم، أن اليد المنفقة هي أعلى الأيدي وأفضل الأيدي، وهذا حديث فيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، وفيه الترغيب في ترك السؤال. قال: وفيه دليل لمذهب الجمهور. يبدو في خلل في الباب الماضي، في الطبعة التي عندنا، اللي هو قال الخطابي: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا قلنا شح فيها وتصدق، يعني فهي تكون سمح، هي أقرب، يعني تصدق رغم شحه، يعني الكلام ضمن، يعني الكلام على النسخة التي عندنا بهذا المعنى، لكن إذا سمح فيها يعني كأنه شرح لمعنى التصدق، لعل هذا أقرب. جزاكم الله خيرا. قال: فيها، قال: وفيه دليل في حديث اليد العليا المنفقة. قال: فيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة. قال الخطابي: المتعففة كما سبق. وقال غيره: العليا الآخرة والسفلى المانعة، حكاه القاضي، لكن هذا ليس واردا في الحديث. والمراد بالعلو علو الفضل والمجد ونيل الثواب. وكذا جريان العادة بأن اليد العليا حقيقة هي التي تكون يحصل بها العطاء، وأن الآخر يجعل يده تحت يد المعطي، والمعنى الذي ذكره في المدح والذم، فالسفلى في يعني فيها نوع الذم أو النقص ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر. قال مسلم: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبدة جميعا عن يحيى الخطان. قال ابن بشار: حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: حدثنا النصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد قال: سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الصدقة عن ظهر غنى، معناه أفضل الصدقة ما
ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه، وتقديرها أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق، بخلاف من بقي بعده مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بها. هذا أحد الحكم أو المعاني التي من أجلها كانت خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما أبقت غنى بعدها استظهر به يعلو به صاحبه على حاجاته حيث لا يسأل الناس. معنى الذي ذكرنا من عدم سؤال الناس هو معنى سبق بيانه من أحاديث كثيرة، بيان النبي صلى الله عليه وسلم ورد بعض صدقة البعض حين قال يأتي أحدكم فتصدق بماله كل ثم تكفف الناس. فهذا الحال وهو سؤال الناس هو حال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه طالما كان الإنسان قادرا على أن يتخلص منه، ولا ينبغي أن يتسبب في أن يصل حاله إلى حال السؤال بأن يتصدق بماله كله ثم يسأل، أو أن يترك الكسب حتى يسأل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسؤال في الأصل منهي، سؤال بني آدم منهي عنه، سؤالهم أموالهم منهي عنه، وأصله المنع، وإنما جاز للضرورة. فإذا كان الإنسان قادرا على أن لا يصل إلى تلك الحال كان لازما له ذلك، فلا يجوز أن يسأل الناس وهو قادر على الكسب ولا عنده مال، ولا أن يكون عنده مال فيتصدق به كله ثم تكفف الناس، بالإضافة إلى ندمه على الطاعة. والحقيقة أنها في تلك الحال لا تكون طاعة، يعني من تصدق بماله كله حتى وصل إلى السؤال فهو مسرف، أو حتى ضيع أهله وعياله فهو مسرف، فإن هذا لا يجوز له أن يترك أهله وعياله بلا نفقة، كأن يظل يصلي النافلة حتى يضيع وقت الفريضة، هذا آثم بتضييعه الفريضة. فمن ظل مثلا يصلي نافلة حتى خرج الوقت ولم يصلي الفريضة بعد لا يثاب على ذلك. فالذي تصدق وترك أهله بلا نفقة وتركهم يتكففون الناس وصار هو يتكفف الناس لحاجاته ويسألهم فهو آثم، لأنه ضيع من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يضيع من يعول. فأبدأ بمن تعول أمر للوجوب، فلا بد أن يكفيهم أولا، ولا يجوز أن يتركهم بلا نفقة حتى يحتاجوا إلى سؤال الناس. وهذا في من أوجب الله عز وجل عليه نفقته من الزوجة والعيال ونحو ذلك. وكثير من الناس قد يكون بينه وبين يعني أهله مشاحنات أو منازعات، أو يكون بينه وبين مطلقته أو نحو ذلك يعني منازعات، فيمتنع من النفقة على من أوجب الله عليه نفقته، فلا يجوز له ذلك، بل يعطي الحق الذي عليه ويسأل الله الذي له. قال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا عيال، لا يصبرون ولا له، لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون. يفهم من هذا أنه إذا كان له عيال يصبرون جاز أن يصدق بماله، بشرط أن يكون ممن يصبر على الفاقة والفقر. أنا عندي نسخة مكتوبة الإضافة الفاقة كما قرأتها، ليس كذلك؟ مش كده؟ الفاقة إما أن تكون معنى الإضاقة. طيب، هي الإضاقة الوضيقة.
قال فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضي جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله، وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل ينفذ في الثلث وهو مذهب أهل الشام، وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث، والله أعلى وأعلم. الظاهر أن ذلك جائز مشروع إذا كان عنده ما يكفي به حاجته وحاجة عياله، وإذا كانوا يصبرون معه، إذا كانوا من يعني كحال أم كحال أبي طلحة مع زوجه عندما صبرت على العشاء ونومت الصبيان على أنه عنده من الكسب ما يكفي به أهله وعياله بعد ذلك، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرات. فأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا تاجرا وكان عنده من أنواع الكسب ما يستطيع أن يتكسب به ما يكفي به أهله وعياله، والله أعلى وأعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق ما يدخره من قوت أهله سنة قبل أن تمر السنة، وربما مر عليهم ليال ليس في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا الماء، وكنا يصبرن رضي الله تعالى عنهن جميعا. فإذا كان الأمر كذلك جاز أن ينفق حتى من قوت أهله إذا رضوا بذلك، الله أعلم. أما من له عيال لا يصبرون كما ذكر فهذا يكره وقد يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المسألة وأوجب أن البدء بمن يعول. قالت نوم الصبيان، قصة أبي طلحة، قال نوم الصبيان. فإذا كان الأمر كذلك دل على أنهم يصبرون بالنوم إلى الصباح حتى لو بكوا شيئا يسيرا بما جرت به عادة الأطفال في البكاء، وإن لو كان الجوع شديدا لا يحتملونه لما ناموا من الإيه مع شدة هذا الجوع، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، يبدأ بنفسه ويمنعها من السؤال، وبعياله لأنهم هم يعني هو مسؤول عنهم قبل غيرهم ومتعين عليه، وغيره نفقة الفقراء المسلمين الأخرى من فروض الكفاية، حتى نفقة الأقارب قد تجب على جمع من الناس، والله أعلى وأعلم، جمع من الأقارب. قال وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية، وكونه يحتسب النفقة على عياله أمر عظيم الأهمية، وذلك أنه واجب من الواجبات، فالتقرب به إلى الله أحب إليه من النافلة، ولذلك يبدأ بأن يكفيهم حاجتهم بالمعروف ثم يتصدق بعد ذلك. ففيه فضيلة النفقة على العيال، وفيه يعني التحذير من تضييعهم كما سيأتي ما هو أصرح. كفى المرء إثما أن يضيع من يقوم، إثما صريح في أنه يأثم إذا ضيعهم وإذا ترك نفقتهم الواجبة. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة، شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد. وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد البقاء، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال العلماء إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. قاله لحكيم لما أكثر من السؤال، ولذلك كان حكيم
رضي الله عنه لا يسأل بعد ما سمع هذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا، بل كان يرفض العطاء ولا يأخذه من عمر رضي الله عنه، حتى كان عمر يشهد على حكيم أنه هو الذي يرفض أن يأخذ العطاء رضي الله تعالى عنه، استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه وعى الموعظة التي وعظ بها. قال: وأما طيب النفس، فذكر القاضي فيه احتمالين أظهرهما أنه عائد على الآخر، ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه، يعني طيب نفس من الآخر. كيف طيب النفس؟ أنه لا يتطلع، ليس منتظرا أن يبعث إليه فلان بشيء، لا يقول في نفسه سوف يعطيني فلان، سوف يأتي لي بشيء، فهذا نفسه قد أشرفت وتطلعت. والسؤال أشد منه، وهو أنه يسأله صراحة. القول الثاني أو الاحتمال الثاني أنه عائد إلى الدافع، ومعناه من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس، لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع. إن الإنسان قد يلح عليه فينفق لدفع الإلحاح ولا يكون طيب النفس، والظاهر الأول والله أعلى وأعلم. والمعنى الثاني معنى صحيح مستفاد من الأحاديث الآتية أيضا. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم كالذي يأكل ولا يشبع، فقيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه، فقيل يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية، وهذا يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله. الذي يأكل ولا يشبع ويظل يأكل ويظل يأكل، وخصوصا من الخضروات الحلوة، فإنه ربما وصل إلى الهلاك ومات والعياذ بالله. وكثرة طلب المال وجمعه من غير نظر إلى وسيلة تحصيله من أعظم أسباب موت القلب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال: وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف، التعفف عن السؤال والتعفف عن التطلع واستشراف النفس إلى ما في أيدي الناس. قال: وإن كان قليلا، والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلا، والإجمال في الكسب، وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه، فإنه لا يبارك له فيه، وهو قريب من قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإجمال في الكسب حيث قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فمعنى الإجمال في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، والإلحاف في المسألة حتى يضطر الإنسان الذي أمامه الذي يسأله أن يعطيه من غير طيب نفس، هذا لا يجوز له، خصوصا إذا كان غير محتاج. وهذه أعمال قلبية لها أثر في سلوك الإنسان كما هو واضح، كما ذكرنا من قصة حكيم رضي الله تعالى عنه، فإنه لما اتعظ بموعظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار لا يسأل الناس شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن ما أتاك وأنت غير مشرف ولا سائل فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك، فهو دليل على أن حال القلب هو المؤثر في العمل
يهتم الإنسان، ينبغي عليه أن يهتم بحال قلبه وما ورد فيه تطلعا من نفسه، فينبغي أن لا يأخذه أو أن يؤدب نفسه حتى لا تتطلع، أو أنه إذا أخذه أعطاه لغيره وتصدق به، والله أعلى وأعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. يقوله بفتح همزة أن، ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابك، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، كمن بخل بالزكاة الواجبة أو بنفقة الأقارب الواجبة أو بقرى الضيف الواجب، أو أمسك ما فضل عن حاجته عن مضطر كجائع أو عريان، فإنه يجب عليه أن يبذله في الحال، ولو كان حتى على سبيل القرض أو على سبيل أن يعني يأخذ منه قيمته إذا أو بذله إذا تيسر، لكن على وجه الآخر أن عليه أن يبذله مجانا للمضطر. فهذا أمثلة عن الإمساك عن الواجب. يقول: لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر. ومعنى لا تلام على كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي، كمن كان له نصاب زكوي ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه، وجب عليه إخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة. نصاب زكاة من زرع مثلا وحاجته خلال السنة، يعني إنسان خرج زرعه 5 أوسق فوجبت عليه الزكاة، عليه أن يخرج حاجته طول السنة لكثرة ثيابه أكثر من 5 أوسق، يؤمر بإخراج الزكاة، ويؤمر خلال السنة بأن يطلب الكسب من وجوه مباحة حتى يحصل الكفاية. الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط. قال: ومعنى ابدأ بمن تعول أن العيال والقرابة أحق من الأجانب وقد سبق. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. عن عمرو بن دينار قال: حدثني وهب بن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره، من جوزة كان في داره. عن أخيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يرد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم: لا يسألون الناس إلحافا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قال حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. عن قيس بن أبي حازم قال: أتينا أبا هريرة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه. ثم ذكر بمثل حديث بيان. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال: سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على ألا تعبدوا، قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. قال النبي رحمه الله: باب النهي عن المسألة. مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال،
واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنها حرام. المسألة من القادر على الكسب يسأل وهو قادر أن يكتسب ويظل تاركا للعمل حتى يحتاج فيسأل، يقول أنها حرام لظاهر الأحاديث وهو الصحيح. والثاني حلال مع الكراهة بثلاث شروط: ألا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق، والله أعلم. الصحيح الأول والله أعلم وأعلم، لأن الرسول نهى عن المسألة، والله أعلم. وأخبر قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما سألوا جمرا، والله أعلم. قول معاوية رضي الله عنه: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر. مراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه، لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما ولد في كتبهم حين فتحت بلدانهم، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من استفاضته، ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن. وليس هذا النهي على إطلاقه عند عامة أهل العلم، أو أن من شروط صحة الحديث أن يكون مما يروى في عهد عمر، فإن أحاديث عن عثمان رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن معاوية نفسه رضي الله عنه فضلا عن صغار الصحابة بعد عمر رضي الله عنه اتفق أهل العلم على تصحيحها، وإنما المراد التثبت. فليس هذا النهي على ظاهره، أو أن معاوية يرد الأحاديث إلا إذا كانت قد حدث بها في عهد عمر، وإنما أراد التأكيد والتثبت، وأن لا يحدث كل أحد يعني بما يسمع حتى يكون متثبتا متيقنا. ولأن عهد معاوية رضي الله عنه كثر فيه التابعون وليس كلهم ثقات، فإنما الصحابة رضي الله عنهم هم العدول، وأما التابعون ففيهم وفيهم. ولذا كان الحديث المرسل عند عامة العلماء غير من علماء الحديث غير مقبول، لأنه ربما يرسل عن تابعي ليس بثقة. قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل، ودليل على مفهوم المخالفة على أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، فهذا دليل على وجوب التفقه، وهذا في القدر الواجب على الإنسان في الإيمان والإسلام والإحسان أمر لازم له رجلا كان أو امرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فتحصيل الواجب من العمل من العلم والعمل الواجب على الإنسان أن يحصله، أن يعلم صفات الله عز وجل ووحدانيته وقدرته وعظمته، ويعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خير وشره. هذه علوم واجبة وهي من الفقه الأكبر، وكذلك يلزمه أن يعلم ما لزمه من العبادات، فيعلم كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يصوم وما هي مفترات الصوم وكيف يزكي ومتى يزكي ونحو وما هو المال الذي يجب فيه الزكاة، ليعلم هل وجبت عليه الزكاة أم لا، وكذا كيف يحج ويعتمر، وكيف يتعامل بالحلال ويترك الحرام. ويجب عليه من الأخلاق الأخلاق الواجبة من عبادة القلب، والأخلاق الواجبة فيما بينه وبين الناس من الإحسان، أعني أنه فرض عليه أن يتعلم ويعمل بالإخلاص، وكيف يحقق ذلك بكثرة ذكر الله عز وجل
وتحقيق الإيمان باليوم الآخر، لأنه الذي يقود الإخلاص والمراقبة والخوف والرجاء والحب والشكر والصبر. فالعبادات الواجبة يجب أن يتعلمها الإنسان، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران منه قدر واجب، وليس كله مستحبا كما يظن البعض. وتعلم وجوب الصدق ووجوب الوفاء بالوعد ووجوب العدل وحرمة الفجور في الخصومة وحرمة الغدر وحرمة الغيبة والنميمة وحدود هذه المحرمات لكي لا يقع فيها، فهذا قدر واجب من الإحسان فيما بينه وبين الخلق، فضلا عن وجود إحسان مستحب، كما أن هناك إسلام وإيمان مستحب، هناك قدر كمال واجب وكمال مستحب. فمن لم يتفقه في الدين أثم إذا ترك الواجب ولم يرد الله عز وجل به خيرا، ومن ترك التفقه في المستحبات نقص الخير عنده، والله أعلم وأعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا خازن، وفي الآية الأخرى إنما أنا قاسم ويعطي الله، قال معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، ولست أنا معطيا وإنما أنا خازن على ما عندي، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به. فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره، والإنسان مصرف مربوب. المعنى الأدق في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبد الرسول، ولم يختار أن يكون ملك النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعا لله. والعبد إنما يفعل ما أمره به سيده ومالكه، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعطي لحظ نفسه ولا يمنع لها ولو كان مباحا، وإنما يعطي لله ويمنع لله. ومن كان من الملوك الأنبياء أبيح لهم أن يعطوا ويمنعوا بغير حساب، كما قال الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وهذا وإن كان فيه ملك ظاهر في الدنيا، إلا أنه ناقص عن درجة العبودية الكاملة التي يكون العبد فيها لا يتصرف إلا تصرف العبد، لا يفعل من قبل نفسه شيئا، ما أمر به نفذه، ولا يتصرف لحظ نفسه قط، ولا يعطي لأنه رغب في العطاء، ولا يمنع لأنه رغب في المنع، كما قد يفعل الواحد منا في ماله، وإنما يضع حيث أمر، يمنع لله ويعطي لله. فهذا الكمال الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ووفقه لأن يختار أن يكون عبد الرسول، لذا قال إنما أنا خازن ويعطي الله، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. وقوله فمن أعطيته أي على سبيل إعطاء القسمة، أو على سبيل ما أمره الله عز وجل به. يقول عن طيب نفس من الآخذ أو منه صلى الله عليه وسلم، ويؤيد المعنى الثاني ما ذكرنا، قال والله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألة مني شيئا وأنا له كاره. لذلك قلنا أن هذا المعنى صحيح، أنه لم يخرج بطيب نفس منه صلى الله عليه وسلم من المعطي، فلا يكون فيه بركة. من أعطيته عن طيب نفس ظاهرها المعنى الثاني، من طيب نفس مني فيبارك له فيه، أي فلن يكون فيه بركة إلا مع طيب النفس. من أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره، والشره التطلع والرغبة في والطمع فيما في يسأله، كان كالذي يأكل ولا يشبع فيكون سببا لهلاكه ولا يبلى. وهذا يدل على أن هناك من الأحوال في النفقات ما يجوز للدافع ويحرم على الآخر، كمن ألح في المسألة، ألحف فيها وألح، لتلح في المسألة. فمن ألح في المسألة حتى استخرجت مسألته من المعطي شيئا بغير طيب نفس وهو غير مستحق له، وقد أعطاه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعطيه مع أنه غير مستحق،
وإنما يتأبط نارا كما سيأتي في الأحاديث، دل ذلك على أن هناك من الأحوال ما يكون العطاء جائزا للمعطي حراما على الآخر، لأن الله أبى لنبيه صلى الله عليه وسلم البخل، وهو عليه الصلاة والسلام يحكم بالظاهر ولا يلزمه أن يعمل بالباطن دائما صلى الله عليه وسلم، بل هو لأنه الإمام وقدوة للأئمة من بعده يعمل بالظاهر، حتى لو علم في الباطن شيئا علم أن هذا لا يستحق أن يأخذ، ولكن يحمل الأمر على السلامة المسلم ويذكره، فكما قال للرجلين الجلدين: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ومع ذلك فيجوز له أن يعطيه ويكون حراما على الآخر. ومن هنا أخذ أهل العلم الذين جوزوا أن يدفع الإنسان مالا لينال به حقه أو ليدفع به الظلم عن نفسه، فمن الظلم أن ينسب الإنسان إلى البخل وهو ليس ببخيل، ولذا قال: ويأبى الله لي البخل ولا ويأبوا إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. فهو عليه الصلاة والسلام لو اتهم بالبخل كان ظلما وكفرا، فلا يجوز أن يتهم بذلك، والله لم يرضى شرعا ولا قدرا، لم يرضى شرعا سبحانه وتعالى ولا قدر أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبخل، لم يقدر عز وجل أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبخل، فلذلك أمره بأن يعطي هؤلاء السائلين ويكون حراما عليهم. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل المظالم المشتركة على أن من أكره أو من ظلم حتى يدفع مالا جاز له أن يدفعه لينال به حقه أو ليدفع الظلم عن نفسه إذا لم يجد وسيلة غير ذلك، وليس هذا من الرشوة المحرمة، وذلك لأنه إنما يكون رشوة إذا كان يدفع مالا يتوصل به إلى باطل، فإذا توصل به إلى حقه كان ذلك جائزا في حقه وحراما على الآخر. وكذلك نقول في كل ما ظلم به الناس وأجبروا على دفعه لأخذ حقوقهم إذا كان حقا ولا يظلم به غيره أو ليدفع الظلم عن نفسه جاز له أن يدفع، وحرم على الآخر أن يأخذ، ويتأبط العطية نارا والعياذ بالله. وأما لعن الله الراشي والمرتشي والرائش فهي فيما إذا كان يتوصل به إلى باطل، فمثل أن يدفع رشوة ليتخلص من حق عليه أو ليأخذ ويسبق إلى حق ليس له، كما يكون مثلا في أمور لها ترتيب بالسبق، مثلا أماكن معينة مثلا تجعلها الدولة لمن يسبق إلى شقق مثلا أو وظائف أو نحو ذلك، إما بعضها على قدر الكفاءة والحاجة وبعضها على سرعة التقدم مثلا، فمن كان غير محتاج كما أماكن مثلا لمحدود الدخل وهو ليس محدود الدخل، أو كونه قد أخذ مكانا وله سكن وقد جعلت هذه الشقق مثلا لمن ليس له سكن أو لمن يسكن في أكواخ ونحو ذلك أو لمن تهدم منزله فيدفع رشوة ليكتب أنه ليس له منزل، أو يقدم غيره من أهل بيتي ممن له سكن يتقدم باسمه ويدفع رشوة ليخصص له ذلك، أو في أمر قد غيره أكفأ منه كالوظائف مثلا إذا كانت هناك مسابقة وغيره أكفأ منه لهذه الوظيفة في العمل في الحكومة مثلا أو في مصلحة عامة، فيأخذ حق غيره ويتقدم عليه يدفع رشوة لأجل ذلك، فهذا رائش ومرتشي، راشي ومرتشي. وكذلك إذا كان قد سبق غيره إلى مكان هو أحق به فيدفع رشوة ليزال عن مكانه هذا، مع أنه قد تقدم على حسب أولوية التقدم، هو قد تقدم مبكرا عنه في أشياء من سبق إليها كان أحق بها، كالمكان في المسجد والمكان في السوق والمكان في الوسائل المواصلات العامة ونحو ذلك، من سبق إليها كان أحق بها،
فإذا دفع رشوة ليظلم إنسان ويدفع عن حقه ويتقدم هو ويجعل له دور متقدم ليقدموه على غيره ويجعلوه من الأوائل وليس هو منهم، فهذا كله من الرشوة المحرمة. فضلا أن يدفع رشوة ليتخلص من حق شرعي وجب عليه كحد من حدود الله، أو أن يدفع رشوة ليخلص من دفع حق على غريم له، كان ما اقترض مالا مثلا أو كان له اغتصب أرضا أو نحو ذلك، فيدفع رشوة لكي يحكم القاضي أو أهل الاختصاص أو من له القدرة والسلطان كالشرطة وغيرهم أن يدفع له مالا ليخلصه من هذا الحق الذي وجب عليه، أو استحق عقوبة سواء كان حد أو تعزير فيدفع مالا يتخلص من عقوبة هو محقوق بها وجبت عليه، فهذا كله في الرشوة المحرمة. أما من يجوز له أن يدفع وحرام على الآخر أن يأخذ فهو ما كان من جنس ما ذكرنا، والحديث دليل على ذلك. قد ذكرنا مرات أنه إذا لم يكن هناك مسابقة وهو كفء لهذا المكان فهذا لا يأخذ حق غيره، وإنما يعني يجب على من له سلطة التعيين أن يبحث عن الأفضل، فإن كان ظالما لا يبحث عن الأفضل ولكن هو الأفضل أو هو كفء على الأقل جاز له أن يفعل، والله أعلى وأعلم. ما أنا قلت خلاص كلامي واضح، قلت ما فيش مسابقة وهو كفء إلى هذا المكان، بيقول في مسابقة واللي هيدفع هو اللي هياخد، إذا كان هو أكفأ واحد يبقى في الحالة دي يجوز، مش أكفأ واحد بينفعش، يعني في غيره أكفأ منه بس اللي هيدفع هو اللي هياخد، ما يبقاش هو الظالم، يعني هو ما بين واحد ظالم أو مظلوم أو لا ظالم ولا مظلوم، لو هو بقى مش هيتخير إلا ما بين ظالم ومظلوم يبقى خليه مظلوم فقط. لا لازم يدور، إذا كان في مسابقة يبقى لازم يدور، إذا كانت الوظيفة للأكفأ والمفروض على المعين هو بيبحث عن أكفأ يبقى لازم يدور. ما أنا قلت أنت بتحطني دلوقتي حاولت اللي هو ما فيش مسابقة ولا ظالم ولا ده ولا ظالم ولا إيه؟ أنا مظلوم، مظلوم في إنه يدفع فلوس بس، لكن هو مش هيبقى ظالم لغيره لأن غيره غير متقدم، لكن لو في كده يبقى يعني يتأكد إنه مظلوم يا بلاش. تذكرة الأقصى ايه؟ من هذا الباب، ان الراجل اللي قاعد على تذاكر الأقصى اللي بيحجز يكون الناس تيجي يقول لهم مفيش مفيش، ليه؟ علشان ايه؟ هو حاجز شوية للي هيدفع، حاجز اماكن وهو في اماكن المفروض ان اللي يقف في الطابور هو اللي ايه؟ اللي ياخد، فيقوم يجوله من ورا ويدفعوا له الفلوس يقوم ياخد يحجز المكان ده، هذا من هذا الباب بلا شك، لأن احنا قلنا من سبق إلى مكان إيه كان كذلك. لا الدافع ده هو ده المفروض إن حق اللي قدامه، لو هو اللي وقف على الدور وعارف إن هو دوره ومش مش هيديله حجز هيقول له ما فيش إلا لو اداله ربع جنيه يبقى يديله في الحالة دي. انا يعني اللي هو هيبقى ظالم او مظلوم قلنا يبقى مظلوم احسن، ما يبقاش ظالم ابدا، لا يعين على الظلم ولا يرضى بالظلم، مش عندنا الموضوع ده طبعا في الدنيا كلها مش هننتهي بقى لغايه العشاء، لكن خدوا القاعده الكليه اللي احنا قلنا عليها ان في الباب ده هو في مكان ولا لا، هو من حقه انه يحجز ولا لا، اللي ممنوع منه اللي في الحجز ده ان هو يكون الراجل اللي هو مكلف يمنع الامر عمن يستحقه اللي هو سبق اليه ثم ايه يعطيه لما يدفع له رشوه. اي مكان، لا كل الحجز زي ما قلنا هو في مساله الحجز في الاماكن دي على حسب السبق، قوله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المساله وفي بعض الاصول في المساله،
في وبعضها بالباء بالمسألة، كلاهما صحيح، والإلحاف الإلحاح. قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين هذا الطواف، إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المسكين الذي لا يلد غنى يغنيه، إلى آخر معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها. ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يلد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مع أنه إذا ولا قبل المشرق إذا كانت القبلة هناك يبقى هو إيه من البر، وهكذا إذا كانت القبلة في المغرب كقبلتنا مثلا نحن في جهة الإيه، احنا قبلتنا في جهة الشرق، فيكون إذا كانت قبلته في جهة المغرب ولا في جهة المغرب كان من البر. وهذا هو الحديث وأصح ما فسر ما فرق به بين الفقير والمسكين. فالمسكين فقير متعفف، المسكين فقير متعفف، وهذا فيه حرص على البحث عن هذا النوع من الناس والتحري، لأنه لا يسأل الناس ولا يلحف في المسألة ولا يفطر له فتصدق عليه، فينبغي أن تبحث أنت عنه، لأن هذا ترغيب في أن تبحث عن هذا المسكين، فهذا يدل على البحث عن أحوال الفقراء والتحري فيهم. فمن مشروعية عمل البحث الاجتماعي الذي تقوم به الهيئات والأفراد والجمعيات الخيرية والمساجد لأجل أن تتحرى من هو أولى الناس بالعطاء، لأن الحديث يراغب في ذلك. ما المسكين بمعنى من، لأن ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم، قال القاضي قيل معناه يأتي يوم القيامة دليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره فيحشر وجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي، وهذا في من سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه، كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا، والظاهر تكثرا من أموال الناس يريد أن يستكثر، وليس أنه سأل كثيرا، من سأل ليستكثر أموال الناس إليه، يعني يريد أن يكون هو كثير المال، يعني هو عنده غنى يغنيه وفي نفس الوقت يسأل ليكثر ما عنده، وهذا الحديث هو دليل على حرمة السؤال إذا كان عنده ما يكفي، لأن هذا يسأل تكثرا، والحديث ده هو صريح في ترجيح الوجه الأول، لأنه يكون يسأل الناس وعنده ما يغني، الوجه الأول في مسألة تحريم المسألة إذا لم تكن لضرورة، إذا كان قادر على الكسب، لأنه عنده ما يستطيع أن يتكسر به. قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار، يسأل جمرا فليستغل ويستكثر، قال القاضي معناه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في منع الزكاة. الصحيح والظاهر في الموضعين يحشر وجهه العظم لا لحم فيه، وأنه يجعل جمرا يوم القيامة يكوى به. قوله صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، الحديث فيه الحث على الصدقة والأكل من عمل يده، والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النبتين في موات، موات يعني أرض غير مملوكة لإنسان، أرض غير مزروعة، يحطب ويحتطب بمعنى يستغني به عن الناس أو يستغني عن الناس، يستغني به من الناس وعن الناس، كلاهما صحيح. اسم أبو إدريس الخولاني عابد الله بن عبد الله، واسم أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، ويقال ابن ثواب ويقال ابن أثوب ويقال ابن عبد الله ويقال ابن عوف ويقال ابن مسلم، ويقال اسمه يعقوب بن عوف، وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن الباهرة، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق،
فتركه فجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الصواب المعروف ولا خلاف فيه بين العلماء، يعني في أنه مخضرم. أما القصة ففيها اختلاف في صحة الإسناد، والأقرب أن هذا يعني قابل للتحسين، والله أعلم. قوله: فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، فيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه. الظاهر فيه والله أعلم أنه لا يسأل أحدا لا حق له عليه، فأما لو سأل خادمه أو امرأته أو ابنه لم يكن ذلك منهيا عنه، ولم يكن ذلك داخلا في المسألة التي هي خلاف الأفضل أو خلاف البيعة لا تسأل الناس شيئا. فمن قال لابنه أو لخادمه ائت بالشيء الفلاني، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لزوجاته ولخدمه ولمن لكثير من أصحابه ممن له صلى الله عليه وسلم كمال الحق عليه. سؤال الدعاء في أمر دنيوي من هذا الباب خلاف الأولى تنزيها. يقول: وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا. قل قولي هذا واستغفر. لا يضره ذلك، يسأل الناس فين المكان الفلاني، هذا أمر لا حرج فيه. هو ده أبو بكر منهم. كل ده مشغول، أنت مشغول بيه. يقول: كثيرا ما نجد رجالا سائرين على باب المسجد وهيئتهم تدل على الصحة، وفوق ذلك يترددون كثيرا ونراهم في مسارد أخر لادعاء أن أبنائهم مرضى، هل نمنعهم ونحذر منهم؟ لا تمنعهم ولا تحذر منهم إلا إذا علمت أنهم أغنياء، فقل لغيرهم، قل لهم لا يعني تفعلوا ذلك وحذرهم هم، وإذا شككت فقل: إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالأصل أنك تقول له تنصحه أنه إذا كان قادرا على الكسب فلا يسأل. عليكم السلام. هل الادخار حرام ويجب على المؤمن ألا يدخر؟ كما ذكرنا الادخار المحرم هو أن يدخر ما يجب عليه، أن يمنع ما يجب عليه. يدخر ولا يعطي الأولاد النفقة، يدخر ولا يعطي الزوجة النفقة التي تستحقها، يدخر ولا يعطي الأقارب النفقة، الأقارب الأرحام الذين وجبت نفقتهم عليه، يدخر ولا يخرج الزكاة، يدخر ولا يقري الضيف القدر الواجب، يدخر وهناك عريان لا يجد كفاية وجاء سألك ولا يوجد من يعطيه، جائع ولا يوجد من يطعمه، فهذا هو المحرم. أما الادخار الآخر فليس بمحرم، الله أعلم. سؤال مش فهم. يقول: كان معي مبلغ من المال أعددته للتفرغ لطلب العلم، ثم أعطيته أخا حيث ينظم لي مصاريفي، فقال لي إنه سيبقي هذا المال كما هو ويعطيني مبلغا كل شهر، هل هذا من سؤال الناس؟ مع العلم أنه قد يعطيني من مال الزكاة. لا، عندك أنت مال وتاخذ مال زكاة الراجل، لا يجوز لك ذلك. إذا كنت من أهل عندك مال تدخره
وتأخذ من مال الزكاة تقي حق تقي مالك بحق الفقراء؟ لا تفعل. طالب العلم ليس من مصارف الزكاة بوصفه كطالب علم، إنما إذا كان فقيرا. بعض الإخوة الذين يأتون من خارج المنطقة أصحاب السيارات لا يعرفون طبيعة الناس والجيران هنا ولا طبيعة عملهم، فربما كان يعمل أمام محله وربما كان يعد المكان لسيارته هو، فيأتي الأخ ويركن السيارة فيحصل نوع من المشاحنة، فالسماحة تقتضي مراعاة يعني أحوال الناس والإحسان إلى الجيران وتحمل الأذى وحسن السمت والسلوك معهم. جزاكم الله خير. وهذا الذي ينبغي أن يفعل، حتى ولو كان يعني قد يظلمه حقه في أنه سبق إليه، لكن ينبغي الإحسان إلى الناس، وهذا هو المقدم. ظاهر حديث فإنما يسأل الناس جمرا أنه من الكبائر، لأنه ختم ذكرت عقوبته بالنار. الله أعلم. هل يأثم من أعطى من علم من أمره ذلك فيكون مؤمنا له؟ لا يأثم إلا أن يعطيه من الزكاة ويحتسبها بذلك، فهذا لا يصح إذا علم أنه غني. هل المنع من المسألة داخل فيه السؤال لشراء كتب العلم الشرعي؟ هل عنده ما يشتري به الكتب؟ فإن كان عنده فهو قد استغنى، أغناه الله عز وجل فلا يسأل الناس. ذكرت في فقه الخلاف، الخلاف في قليل النبيذ غير عصير العنب، في موضع آخر عصير العنب المسكر كثير، لا هي غير عصير العنب، هتلاقي في خطأ مطبعي. عصير العنب المسكر كثير أو قليل لا خلاف فيه. الخمر المجمع عليها عصير العنب، والصواب أن الخمر كل مسكر، أن كل مسكر خمر، في بعض الأخطاء المطبعية. الخلاف الموجود في قليل النبيذ الذي لا يسكر القليل منه رغم أن الكثير مسكر. أبو حنيفة يجوز شرب القليل، والصحيح أنه خمر محرم، بل الصواب. ألا وقد كان لفلان، يعني للوارث، لأن هذا الإنسان قد أوشك على الموت فحكمه حكم الميت، فقد انتقل المال حكما أو في طريقه أن ينتقل، أوشك أن ينتقل إلى فلان الذي هو وارثه. اليد العليا خير من اليد السفلى، هل هذا في الإنفاق على الوالدين؟ الوالدان حق عليه أن ينفق عليهما إذا احتاجا. ده واجب عليه ينفق على والديه. وذكرت أن النوع عام من الجنس، وكلام النووي في الكتاب على خلاف ذلك. لا، كلام الخطابي اللي نقله النووي هو ما ذكرته، والله اعلم. فرض هو نفس الكلام. هو بيقول ال الشح عام والبخل يطلق على احد الامور. فهو قال الشح عام، هو
كلام الخطابي يقول الشح أعم من البخل، كأن الشح جنس والبخل نوع. اللي مستعمل في الفقه خلاف كده، بس هو اللي قاله هنا نقله كده. ده اصطلاح اصلا، فاذا كان هو اراد هذا المعنى فخلاص ده اصطلاح، ليس هذا تحديد شرعي.